حال استطاعته وجب عليه أن يذهب حتى لو كان خادما أو متسكعا وبأي طريقة. فأنا نبه أخواني المؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى مكنهم صحيا وماديا وظروفهم تسمح أن يتهيئوا إلى بيت الله الحرام، لأن المولى يقول لله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة هي أشهر الحج، وبالتالي لو ملك الإنسان فيها وهو قادر على الذهاب لا يحق له أن يصرف المال في غير مشروع الحج، لا يحق له أن يصرف المال في غير مشروع الحج، لأن هاي أشهر التكليف. يعني اليوم افترض أو قبل يوم 3 شوال أنت ملكت فلوس، ملكت 5-6 آلاف دولار وتستطيع أن تذهب، هذا المال لا يحق لك أن تصرفه. لو كان قبل في شهر رمضان تقدر تصرفه، تأكل به، تشرب به، تلبس به، تعطيه، تتصدق به، تشتري به بيتا، في شهر شوال بعد ما يجوز، لأن هذا يصبح مال للحج. رزقنا الله وإياكم حج بيت الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التحيات الزاكيات على الحبيب المصطفى وعلى آله النجباء. صل اللهم على عبدك المنتجب وأمينك المصطفى، وصل اللهم على علي المرتضى وفاطمة الزهراء وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد، وصل اللهم على السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، وصل اللهم على عبدك المنتظر من عبادك، صل اللهم على المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. عجل اللهم تعالى فرجه واملأ الأرض به سرورا وحبورا وخيرا ونورا، فإن الأرض تنتظره كانتظار الهيم إلى الماء، والبشرية تنتظره كانتظار المصلح الذي انتظره الناس كثيرا. جعلنا الله من الموحدين والموطدين والموطئين لدولته المباركة، لأن الله وعد ووعده الحق. ليستخلفن الله الذين آمنوا منكم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول مولانا أمير المؤمنين في وصيته لكميل بن زياد: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول. الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع يميلون مع الريح لم يستضيفوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثير. هي دعوة للإنسان المؤمن أن لا يتوقف عند المعرفة وعند العلم وعند المطالعة وعند الحوار وعند النقاش، لأن كثيرا من الحقائق إنما تكتشف بالحوار، وكما يقال أن الحقيقة بنت الحوار. أمير المؤمنين يقول: أكو ناس خاصين، هذول لهم توفيق خاص، عالم رباني الذي يجعل كل وجوده وشخصيته هي شخصية ربانية وربي لا يتجاوز ما يأمر الله سبحانه وتعالى به، وشخصية ثالثة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عنها، وهو الهمج الرعاع. وهذه مشكلة العالم الإسلامي، مشكلة العالم العربي، مشكلة التخلف التي حصلت في واقعنا وفي كل مجالاتنا السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية وكل مجالات، وإلى العالم الإسلامي بما يمتلك من قدرات وطاقات وخيرات وثمرات ونبوات وحضارات وتاريخ
وكل هذه القضايا هم قرين به بأن يكون هو في المرتبة الأولى وأن يكون قائد البشرية وأن يكون يمثل الأمة الوسط التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون شاهدة على الناس بعد أن جعل الرسول شاهدا عليها. إذن لماذا؟ أنا أعتقد أسباب كثيرة. صحيح الدكتاتورية والاستبداد والظلم من زمن بني أمية إلى يومنا هذا، الظلم والاستبداد مسخ شخصية الإنسان، ولكن أعتقد أنه الجهل كيفما تكون يولى عليكم. الجهل مشكلة حقيقة، نعيش مشكلة في عالمنا الإسلامي، في عالمنا العربي، بعض الوقت عند المسلمين، حتى عند المهاجرين. قضية الجهل كارثة لا ينبغي أن يتسامح الإنسان بالسكوت عنها في أي موقع وفي أي مكان. ويحتاج الإنسان المؤمن كما يأكل ويشرب ويتصرف ويلبس ويسكن وينام أن يجعل قسطا من وقته اليومي للمطالعة والمتابعة والبحث وعدم الوضوح أمام كل قضية. يعني عود نفسه أن الإنسان حينما يسمع حديث فيشغل عقله، يقول هذا حديث شنو، هذا حديث شنو مقداره، شنو صحته، من يقول أن الذي رواه هو صحيح في سنده، صحيح في متنه. لا ينبغي الإنسان المؤمن إلا وأن يكون ذو عقل مشتغل متحرك في هذا المجال. أنت بتكالك، أنت بعملك، أنت ببيتك، اقرأ اقرأ آخر ما يكتب، آخر ما يقال، آخر ما يحاور به. حتى حينما تريد أن تحكم على الناس اقرأ لهم. كثير من الناس الآن احنا نسمع أن فلان شخص كتب كتاب، وهذا الكتاب جيد أو سيء. قبل أن يعني أن أقيم بالسوء أو بالحسن خليني أفكر، ما لا سيما اليوم الحمد لله حتى صار الإنترنت بمكتبة ضخمة، وأن كثير من الكتب اللي تطبع في كل العالم أصبحت موجودة على الإنترنت. يكلف نفسه دقائق أن يطلع. هو بحد ذاته الاطلاع والمعرفة كرامة للإنسان. يعني أنت إذا مسكت كتابا وقرأته وطالعته وطلعته وناقشته وحاورته واستمعته وتوقفته، هو بحد ذاته يرفع المولى جل وعلا ذلك الأمر، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم درجات ولن تتوقف. هذا ما قال أنه درجات محددة وتوقف، لن يتوقف العلم في أي مجال من المجالات. ولذا بعض المرات أنه إحنا مأمورين أنه أبناءنا نوجههم بهذا التوجيه، لأنه هو كرامة في الدنيا، كرامة في الآخرة، كرامة في الهجرة، كرامة في العودة. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. السيد لا يقوى أمام أي شيء. أنت عالم، عندك معرفة، صيح، عندك سلاح، عندك فلوس، افرض بالقوة، ولكن حينما تأتي بالحوار والنقاش والكلمة الحقيقية، الكلمة العلمية، الكلمة الصادقة، سوف تفرض وجودك في بيتك، على أولادك، في تربيتهم، في علاقاتك، في المجتمع. والإنسان مأمور بالإصلاح في هذا المجال. اقرأوا ولا توقفوا هذه الحركة في حياتكم. يعني الإنسان مثل النبتة، كلما أعطيت ماء تزداد بهجة ورونقا، وإذا منع عنها الماء ذوت وذوت وذوت حتى تموت. لا تقول لي عندي عالم، عندي مرجع، عندي مجتهد، عندي فلان شغلة. قد المجتهد ينبوب ما ينفعك في مسائل التكليف، في العبادات، في المعاملات، في بعض العلاقات الاجتماعية، في بعض الأعماليات وأحكامها، ولكن دائرة التفكير أكبر من ذلك بكثير. ما كن مجتهد يفكر عنك. يعني نحن أمة ينبغي أن لا يفكر عنا أحد، وليس كما هو المعروف أنه عندنا ناس يفكرون عنا خاص. وبالتالي أنا أتهم هاي القضايا، أسلم هاي القضايا. فكر ولا تتردد ولا تخاف ولا تضعف نفسك ولا تقول أن هذا ليس من شأني. ناقش حتى تصل إلى الحقيقة. اقرأ في بيتك، ورثوا الإمام الصادق، ورثوا أولادكم المكتبات والكتاب. يعني مثل ما تورث الفلوس والملابس وغيرها والبيوت، ورثوهم الكتاب. يعني خلي في بيتك مكتبة، واجعل من عنده يومية دولار، نصف دولار،
حتى تشتري كتاب بين فترة وأخرى، لأنه مهما يكون هذا الكتاب إن لم تقرأ به فستقرأ به زوجتك، ابنك، صديقك، يدخل داخل إلى البيت، الأولاد بالمستقبل يعجبه أن يشوف هذه الكتب شنو بيها. اجعل لك مكتب في بيتك. نعم الأولاد نحتاج مكتبة عربية ومكتبة فرنسية ومكتبة إنجليزية، المقدار اللي يقدر الإنسان بالشهر شهرين ثلاثة يحط لك كتاب كتابين، يعني العلم رفعة وزينة. يعني الولد الآن لما يفتح عينه مو بس يفكر أنه إحنا المطبخ ما لنا شلون مصفط وشلون مرتب وش قد بي خلاطات وش قد بي أشياء، بس خلي يفكر أنه إحنا عندنا البيت أيضا مكتبة، وهذه المكتبة فيها كتب، وهذه المكتبة اختارها أبي واختارتها أمي، وأنا لابد أن أقرأ بها. وما تدري في أي لحظة يقع الكلام صيبا وابلا خيرا على القلب فيفتحه. تكثير ما الآن وماكو الشيء ترى انتهى، كما يقول العلماء كم ترك الأول للآخر، يعني ماكو شيء خلص العلم. بعض الناس يقول خلص العلم واحد صاحب الزمان، ماكو شيء. القضية إنما عملية تخدير، لم ينتهي العلم إلى أي باب من الأبواب، كم ترك الأول للآخر. وهذا الحكي اليوم اللي يشوفه قبل 50 سنة ربما كان ما موجود، والحكي هذا ما لنا بعد 50 سنة هم ترى ما موجود، راح يجي الآخر ويفكر بطريقة أخرى ويطرح أساليب أخرى. وكل القضايا حتى في الأدلة على وجود الخالق جل وعلا، الأدلة في كل يوم تزداد، كما في المشهور أنه في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن الدعوة إلى العلم والحوار والمطالعة، بعض الناس ربما كتبها بالتلفزيون، التلفزيون يعطيك حقيقة جاهزة ويعلمك على، ولكن حينما تقرأ أنت تكتشف، والإنسان حينما يكتشف الشيء ويتفاعل معه ويشعر بأن هذا من بنات أفكاره فيندفع له ويرتبط به ارتباطا يعني جيدا. فاقرأ وأشر وامسك قلما واكتب، ستكتشف نقاط الضعف، نقاط القوة، تبني الفراغات في فكرك، في عقلك، في روحك، في نفسك، في عواطفك، في كل هذه المجال. نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن أولادنا يذهبون إلى المدارس ويذهبون إلى العلم ويذهبون إلى المعرفة أن يكون مع ذلك التزكية والتربية والبناء. إخواني وأحبائي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير وإياكم، وأن يجعل بركات الشهر دائمة علينا، وأن لا تنقضي هذه البركات، ويعني